أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن زيادة خدماتها الرقمية إلى 29 خدمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو تطبيق سهل الحكومي. لمزيد من التفاصيل نتابع التقرير مع الزميل فهد التركي. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسابق الزمن في سبيل تطوير خدماتها الرقمية المقدمة للمواطنين، وتجلى ذلك من خلال تقديم قرابة 400 ألف خدمة للمواطنين عبر القنوات الإلكترونية ومراكز الاستقبال الخاصة بخدمة المواطن، إضافة إلى زيادة عدد خدماتها المقدمة لطالبي الرعاية السكنية إلى 29 خدمة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة أو تطبيق سهل الحكومي. تمكنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكوادرها من تقديم 328 ألف خدمة إسكانية للمواطنين وأصحاب الطلبات الإسكانية، وكان النصيب الأكبر من هذه عبر القنوات الإلكترونية، وتمثلت نسبة الاستفادة المواطنين من الخدمات الإلكترونية بما يعادل 94%. اليوم لله الحمد المؤسسة ماضية في طريق التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات. استطعنا أن ندرج 29 خدمة إلكترونية. اليوم مؤخرا قدرنا نطلق خدمة وهي خدمة الذكاء الاصطناعي أو الشات بوت للرد على استفسارات المواطنين. اليوم خدمة الشات بوت هي عبارة عن وسيلة تواصل بين المؤسسة وبين الجمهور. اليوم بإمكان المواطن الاستفادة من المعلومات عن المشاريع الإسكانية، الاستفادة من الخرائط، الاستفادة من مواعيد القرع، مواعيد التخصيص. المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعلن أن نسبة إقبال المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية التي توفرها المؤسسة من خلال قنواتها سواء عبر تطبيق سهل الحكومي وخدمة الشات بوت والموقع الإلكتروني بلغت 94% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. احنا دائما حريصين ان احنا نقدم خدماتنا للمواطنين بحيث انه هو ما يتعنى ويراجع المؤسسة. وفرنا الجناح هذا عشان نكون خدماتنا تكون أقرب للمواطن، ونكون إحنا بينهم ونشرح لهم خدماتنا للتوعية والإرشاد وتشجيعهم أيضا على استخدام التطبيق. إحنا فريق كامل متكامل موجودين في خدمة الوطن والمواطن. الحكومة الإلكترونية تتجلى في أبهى صورة لها من خلال الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسهيلا على المواطنين طالبي الرعاية السكنية، وتطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنجاز معاملات المواطنين فيما يخص الرعاية السكنية. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.